السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهم أكرم من شركة كريتيف جروب كورس الإلستريتور. النهاردة هنتكلم عن جزء الإنفوجراف ويعني إيه إنفوجراف. الإنفوجراف بنبدأ إحنا نعمله على الإلستريتور لأن هو بيبقى عبارة عن فكرة لموضوع معين أو عن حملة إعلانية معينة، عايزين نوصل حقيقة أو حاجة موجودة فعلا في المجتمع بتاعنا، وعايزين نوصلها للشخص اللي قدامنا بطريقة سهلة وسريعة من خلال رموز وأرقام بيانية تبدأ إن هي أوصل الفكرة بتاعتي للشخص اللي قدامي بسرعة. زي مثلا ما أتكلم عن مثلا ترشيد استهلاك المية، طب هو أنا ليه أرشد؟ معلشان بيحصل كذا وكذا وكذا، ممكن هتقابلني مشكلة كذا. فدي مثلا بتبقى حملة توعية عن ازاي ان انا استخدم المية بطريقة صح. ببدأ ان انا اتعامل مع الحملة دي بدل ما انا اتكلم كتير او اكتب حاجة الناس ما تقراهاش، اقدر ان انا اوصلها عن طريق رموز معينة او فكرة معينة الناس تتشد ليها ان هي تقراها، فبتبدأ ان هي تتفرج على الانفوجرافيك ده وتبدأ توصل لها المعلومة بسرعة وبسهولة. جزء الانفوجرافيك ده برضه مش لازم يبقى في الإلستريتور بس، بيبقى فعال أكتر في جزء الموشن، إن أنا ببدأ إن أنا أعمل التوعية دي أو الفكرة بتاعتي دي عن طريق إن أنا ببقى رسمة فيكتور أو سيمبلز على الإلستريتور، وأبدأ إن أنا أحركها أو أبدأ أعمل حركة في الشكل الفيديو بتاعي ده وابدأ اعرضه للناس، بيبقى الموضوع اكتر ألذ. عندي مثلا اشكال زي كده للانفوجرافيك، بيبدأ مثلا يتكلم عن حاجة معينة، بيبدأ ان هو يتكلم عن الترافيك مثلا، اي حاجة عدد السيارات في السنة كذا من سنة كذا لسنة كذا، بيبقى في جزء في جراف كده او حقائق بتبين لي الموضوع ده. بيبدأ إن هو يتكلم عن أكتر من نقطة في الفكرة اللي هو عايز يوصلها دي. عندي دي الألمنتس اللي أنا بقدر أستخدمها في الإنفوجرافيك علشان أوصل للناس حقيقة معينة. ببدأ إن أنا أقول لهم مثلا إن في البلد ديت الناس اللي بتستهلك المية مثلا قد نسبة استهلاك المية قد كده، كام في المية، كام بيرسنت، عدد السكان هنا قد ايه في السنة دي. ببدأ ان انا عايزة اوصل معلومة معينة للناس بس بطريقة سهلة وسريعة. اجزاء الانفوجرافيك او الجرافز دي بقدر ان انا اتعامل معاها على الاستريتور بشكل سريع وسهل. طبعا عندنا اشكال من الانفوجرافيك كتيرة، لو دخلنا على النت وبدأنا نكتب الانفوجرافيك، يعني مثلا ده جزء يتكلم عن الألوان، ازاي اللون المفضل ليك بيعبر عنك او بيقول عنك ايه. بعدين يبدأ ان هو يشرح لك الموضوع بطريقة سهلة. الموضوع ده لو كان اتكتب مثلا كمقال محدش كان هيقرا، الناس المئوية ديت محدش كان هيجي جنبها، لكن الموضوع هنا عشان اوصله للناس او اتأكد ان الناس فعلا قريته، ببدأ ان انا بعمل فيه شكل مختلف، ببدأ ان انا ادخل فيه كالرز، بيبدأ الناس ان هي تتشد ليه وتقرا الدنيا كلها. الموضوع بيبقى لذيذ وسهل، مفيهوش اي مشكلة. الفكرة كلها بتبقى قايمة، الموضوع كله بتاع الانفوجرافيك بيبقى قايم على الفكرة المعينة اللي انت عايز توصلها. بالنسبة للرسم بيبقى دايما سيمبلز بسيطة جدا، وبيبقى فيه تكست طبعا، هي التكست مع السيمبل البسيطة بتاعتنا. أعتقد الحاجات دي مفيش أي مشكلة، يعني احنا رسمية. تعالوا نتكلم بقى عن جزء الجراف في الإلستريتور. عندي تول كده ببدأ إن أنا أتعامل معاها، التول دي اسمها الجراف تول، ببدأ إن أنا أرسم مساحة كده. أوكي، هبدأ المساحة ديت هخلي أول رقم عندي هو زيرو وأعمل إنتر عشان أنزل الفايل بتاع. عايزة أكتب هنا مثلا السنة، اسم البراند اللي أنا عايزة
أقارن ما بينهم أكتر من ذنب. مثلا لو عايزة أتعامل مثلا مع برنامج الإلستريتور والفوتوشوب والإنديزاين، وأبدأ أشوف المقارنة بينهم، قد إيه ناس بتستعمل الفوتوشوب وقد إيه ناس بتحب الإنديزاين أو بتستعمله. ببدأ إن أنا أعمل جراف كده مثلا سريع. لو جيت كتبت مثلا سي إس دوست إنتر وبعدين الـ AI دوست إنتر وبعدين الـ I V أو الـ InDesign بعدين بدأت دوست إنتر. هنا جيت وقفت عند الكورة اللي بعد هنا. هبدأ أكتب مثلا في سنة كذا حصل إن في إس استخدمه قد كده، في سنة كذا إس مش عارفة استخدمه بقى قد إيه وهكذا. ببدأ إن أنا إيه أكتب هنا مثلا 20% إنتر، 30% إنتر، 20% كذا، أي أرقام تمام. فجيت قلت له أبلاي كده، هيبدأ إن هو يتعامل مع الـ PS والـ AI والـ ID باستخدام الـ PS. طب أنا عايزة أرجع أظبط تاني الموضوع دوت، الأرقام فيها غلط، فجأة أقول له وأبدأ إن أنا أتعامل مع الأرقام تاني بشكل تاني. دوس هنا بيبدأ يعمل لي أبلاي صح؟ وهكذا. طيب أنا لو مش عايزة دور اللي هو عامل لي واحد جديد، لو أنا عايزة ألون الشيبز بتاعتي دي أقدر ألونها ازاي؟ لو جيت مسكت الجروب سيلكشن تول عملت عليهم جروب كده، أقدر إن أنا أتعامل مع لون كل واحد لوحده صح؟ عايزة ادي كالر كده معينة للجراف بتاعي، ببدأ إن أنا أديله كالرز مختلفة زي ما أنا محتاجة. ممكن اديله جريدينت، عايزة برضه اديله جريدينت هنا، اهو جريدينت اهو صح. ممكن امسك الجريدينت تول او الجريدينت بالانس بتاعي وابدا اتعامل مع اللون ده، مش عايزة جريدينت، عايزة عايزة 90 درجة في جريدينت كده. يبقى انا اقدر اتعامل مع اللون بتاعي في اشكال كتيرة جدا تمام. وكمان اقدر ان انا أجيب فايل إكسل من بره import data صح؟ أقدر إن أنا أجيب فايل إكسل من بره كمان. الموضوع عندي هنا ما فيهوش أي مشكلة. الفكرة كلها في الانتجريت، إن أنا لازم أقدر أجيب فكرة كويسة أقدر أتعامل معاها. عندي أشكال كثيرة للجرافس اللي عندي، عندي أشكال لاين ستاك بار جراف، الحاجات دي كلها هتديني نفس الفكرة بتاعت الجراف ده، بس انا ببدأ ان انا اغير بس الشكل بتاعي بدل ما هو كل ناس كده بتبدأ ان تديني لاين جراف. طبعا جزء الانت جراف في الالستريشن مهم جدا، انا لازم نهتم بيه شوية، نبدأ نتفرج كتير على نت على الانت جراف بوسترز بتاعتنا عشان نقدر نستفيد منها بشكل اكتر.